انا عرفت ان انتوا اتكلمتوا معاه، ان انتوا فعلا انت رايح التعاون ولا لا؟ ايه اللي حصل؟ هو رد عليك وقال لك ده؟ عرفت منين؟ بص، في الفتره اللي هي قبلها، ودي من الفترات الصعبه جدا في حياتي، احنا كنا شغالين شغل مع راجل يعني شغل مهلك بصراحه، لانه بيشتغل على ريكفري والملعب والاحمال، وكنا بنشتغل على موضوع تحليل الاداء بالنسبه للفرق اللي كنا هنلعبها. كنت شايف ان الامور قريبه جدا، الزمالك لو كان مستقر كان ممكن يعني، وبشكل كبير كانت نسبه اعلى من الاهلي كمان في النهائي يعني، لان اللي عارف او كان معايش الوضع ده على الارض كان عارف ان فرقه الوداد فرقه مش كبيره في الوقت ده، وفرقه الرجاء كانت فرقه عاديه مش وقت ده، وكان يعني كنا شايفين ان الاهلي والزمالك هيبقوا قريبين جدا من ان هم يلعبوا بعض في النهائي يعني. ولكن الراجل خد قرار غريب جدا في وقت غريب جدا، لان انا عندي قناعه دايما ان الامور في اوقات يعني في دي اللحظه اللي انت يعني تبقى بعيد عن الماده فيها، او تقدير الامور تبقى بالماده يعني. فلما سالناه ان الموضوع بيجي بعدها يعني، لما هو خد القرار يعني، لان انا لما دخلت الاوضه انا يعني هو بيقول انا مشيت او هروح ابلغ الراجل ان انا مشيت، انا كنت مصدوم صدمه، كان بعد ماتش الانتاج وكسبانين وفضل خلاص على ماتش الرجاء يعني مفيش يعني. كابتن امير عايز على طول يقول احنا مش هنلعب بطوله افريقيا، احنا مش هنلعب ليه يا كابتن امير؟ هنمشي. ايوه هنمشي ليه يعني؟ ايه الفكره يعني؟ ما احنا ماشيين كويس، كنا كاسبين الاهلي والدنيا ماشيه كويس. قال لي مش عارف، احساس يعني. فطلع احساسه صح وراجل مشي واقاله الجهاز كله يعني. ايهما افضل، فترتك كلاعب او كمدرب؟ والله دي فتره انا بعتز بيها جدا كلاعب، خصوصا الفتره اللي كانت موجوده في نادي الزمالك، مقصه ودجله، فترات كلها فترات انا بعتز بيها جدا. ولكن انا قلعت تيشيرت اللاعب خلاص، بدات ببص لنفسي كمدرب. في حاجات كتيره على مستوى الظروف ما ساعدتنيش جوه نادي الزمالك، لان انا بدات نادي الزمالك وفي اصعب فتره للنادي على مدار التاريخ، كان مفيش فلوس، مفيش اوضه لبس مستقره، الدنيا صعبه جدا جدا. فكنت دايما طول الوقت وانا يعني خلاص وانا بقلع التيشيرت يعني، كنت مقتنع اني لازم وانا كمدرب الخطوات بتاعتي لازم تبقى حاده وجاده في فكره ان انا عايز اعمل لنفسي حاجه، وده انا شغال عليه يعني. كل فتره في التدريب دلوقتي الحمد لله الحمد لله الحمد لله لازم يبقى فيه حدث يعني، سواء على مستوى التدريب للناشئين، سواء لما الدرجه الاولى يعني بذاكر كتير جدا 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 جدا، مش على مستوى الكوره بس، مستوى النفسي ومستوى الشخصي، تطوير النفس، كل حاجه، بحس ان انا باهل نفسي بشكل كويس. انا مش عايز ابقى مدرب عنده اسمه وخلاص يعني، انا نفسي الواحد ينجح بشكل كبير يعني عندي طموح كبير جدا جدا في يوم من الايام اكون فعلا يعني موجود في نادي الزمالك، او الراجل الاول في نادي الزمالك، وعمري ما هكون ده غير لما اكون مؤهل لده وهاجي من بره نادي الزمالك، وده انا فكرت فيه. ما هو مش عايز اكون راجل الاول في نادي الزمالك وانا خارج من النادي يعني، عايز اكون راجل الاول وانا جاي من بره، وعايز يبقى في ترحيب بنجاحي، مش بان انا لعيب كبير او ان انا موجود في نادي الزمالك كاسم وكده بشغلي وبتعبي، ومش هبقى موجود في المكان ده غير ان انا بالسعي والاجتهاد في المنطقه دي يعني. ولما اكون موجود في المكان ده انا عندي طموح ان انا في النادي اعمل حاجه يعني ان شاء الله كبيره يعني. فالواحد بيذاكر وبيجتهد عشان خاطر يوصل للمرحله دي. ما الفرق بين فتره كارترون وفتره ميتشو؟ وايهما افضل؟ على المستوى الشخصي هما الاثنين فادوني بشكل كبير جدا. على مستوى البطولات دخل بطوله ودخل بطوله، او دخل بطوله دخل بطولات، هما الاثنين شخصيات فادوا فيا بشكل كبير جدا يعني، حاولت استفاد منهم بشكل كبير، وزي ما قلت لك افضل ممتن ليهم ان هما يعتبروا هما اللي خلوني افكر ازاي في الكوره امشي في اي اتجاه يعني. طب بالنسبه لفريق الكوره ايهما افضل؟ كارتيرون حياته كلها كوره يعني، راجل بيصحى الصبح لحد لما يوصل لحد الساعه 10 بالليل بيشتغل كوره بس. مستر ميتشو مشغول شويه بالجانب الاعلامي، مشغول شويه باجواء الناس بره، الفريق الفلاني عمل ايه، الفريق الفلاني عمل ايه، اللعيب الفلاني، الميديا شغلاه شويه. لكن التاني لا، مستر كارتيرون لا يعني مشغول جدا بالفرقه وبالكوره، وكل واحد عنده مزايا وعيوبه، لكن انا بتكلم على اللي انا شفته قدامي يعني. كارتيرون قوي جدا حاسب، بس خد بالك الاجانب عامه ما بيصطدموش خالص يعني، ما بيدخلوش في اللعيبه وفي صدام، بيبتدوا يعني بيدخلوا معاك في مرحله الاهمال لو انت لعيب مش على هواه، منتظم جدا، ملتزم بالتوقيتات المواعيد بتاعته، شاطر في موضوع الاحمال بشكل كبير جدا. ميتشو شاطر في موضوع الملعب والزونات وتقسيم الملعب للزونز، ترسم في الملعب، عنده شغل كتير جدا جدا على مستوى التكتيك. كارتيرون تكتيك ما عندوش كتير، مهتم بالاحمال دايما بس.
طيب هل كنت شايف مع اللجنه بعد رحيل المستشار مرتضى منصور ولجنه المستشار احمد عبد العزيز هل كنت مع عوده الكرتون مره اخرى؟ هو اولا انا كنت ضد اصلا في وجود ان يبقى موجود لجان لان انا عشت ده وانا لعيب وشفت يعني المجالس المعينه بتعمل ايه في الانديه الكبيره يعني، ودي من ضمن الحاجات اللي انا دايما طول الوقت ضدها يعني مع احترامي يعني. في فتره من فترات النادي الاهلي اتحل يوم والدنيا اتقلبت، نادي الزمالك فكره ان يبقى عنده مجالس معينه او لجان هيبقى الموضوع فيه تخريب بشكل كبير جدا على مستوى النادي. كل ما هو في نادي الزمالك عانى بشكل كبير جدا. انا من اسباب مشاني من النادي كان يعتبر اللجان يعني، لان كانت الامور صعبه جدا جدا جوه النادي، مش هتعرف تشتغل، الاجواء صعبه جدا، موضوع عقود اللعيبه فيها مشاكل، رجوعه وان انت تعمل له عقد بالشكل ده لا يعني، خصوصا ان هو سيبك ومشي يعني.